عندها رسماتي مومبر في جاسمين فونديشن، شيف دو بروجي بوربو مينيوس الابداع الثقافي تحت اشراف مؤسسه الياسمين والبريتش كانسل. برشا عباد ما تعرفش اللي تبربه فيها برشا تراث منسي، خممنا اللي نحنا باش نثمنوا التراث هذاك. لقينا كانديت بروجي، بعد لقينا البلوس من عند دار شباب تبربه مع مدير معهد حنابع اللي هو اكبر معهد في ولايه منوبه. قسمنا بعضنا حسب كل واحد في شنو نجم حسب الاختصاص. عملنا ديز ايكيب، ايكيب فوتوغرافي، ايكيب سينما، ايكيب تياتر، ويكيب بينتور. بدينا البروجي نتاعنا بالايكيب فوتوغرافي اللي هي خرجت لبلايص كوليكا وعملت دي فيديو. من بعد خذينا لي جروب كوليكا نتاع التياتر، خدمنا دي تابلو كلوتور، صارت فيها كومبيتيسيون في الفوتوغرافي اللي هما صاروا اربع فيديوهات واخترنا منهم فيديو اللي هو كان زاده في التياتر. كانوا فما تسع عروض واخترنا فيهم العرض معناتها الممتاز. كيف كيف في السينما خدموا مع بعض جماعة التياتر وجماعة الفوتوغرافي وجماعة السينما، عملوا زادة تابلوات مع بعضهم. بنتور عملوا تابلو اللي هو يمثل في التبربة، موجود فيها كنيسية قديمة طولت مكتبة عمومية اللي هما رسموا المحتوية متاع الكنيسية من داخل. عملنا دي كلوب اللي هما بين دار الشباب والليسي اللي هما باش يقعدوا يواصلوا وياخذوا علينا المشعل متاع الخدمة اللي بديناها نحنا، خاطر نحن بون نجمو نتفقدوهم ما نجموش نكملوا معاهم بالاخر، يعني هما اللي باش ياخذوا علينا الفكر. بعدين ديجا ان شاء الله في الرونتري سكولير نحن نزيدوا نعملوا نزيدوا نستقبلوا عباد اخرين معناتها ونغرموهم بالمشاريع هذيك.